بالمرتبة العاشرة عنا لعبة سوبر ميت بوي أو بالعربي رجل اللحمة الخارق. لعبة سوبر ميت بوي هي لعبة 2D بلاتفورمر من مطور مستقل، نزلت عام 2010 ونزلت السنة الماضية بنسخة محسنة موجودة على كل المنصات حتى على الموبايل. فكرة اللعبة بكل بساطة هو انك انت قاعد تلعب بقطعة لحمة وتبي تنقذ صديقتك اللي هي كمان قطعة لحمة، بس بالطريق رح تواجه اشياء رح تحاول تقطعك، نفس المنشارات الموجودة بكل مكان، ورح تواجه اشياء ممكن تدوبك نفس الملح. هاي فكرة اللعبة بكل بساطة، بس جدا جدا صعب. يعني في كثير من المراحل اللي الارض كلها ملح، فالارض كلها تدوبك، ما في الا اماكن معينه فينك تروح عليها عشان ما تدوب، وهالاماكن فيها منشار. يعني اللاعبين اللي لعبوا اللعبه وختموها قالوا انه ما تقدر تاخذ نفسك وانت قاعد تلعب من كثر الصعوبه، يعني لازم تكون مركز بشكل جدا كبير، لانه اللعبه كل ما تتقدم فيها كل ما راح تلاحظ انه المراحل عم تصير اصعب واصعب. وانتم شايفين حاليا الفيديو، واظن واضح من الفيديو مستوى الصعوبه اللي موجوده فيها اللعبه. بالمرتبه التاسعه عندنا لعبه ديفل ماي كراي 3. أظن معظمكم بيعرف سلسلة ديفل ماي كراي المشهورة والغنية عن التعريف، فالجزء الثالث من هاللعبة اللي هو ديفل ماي كراي 3 اللي نزل عام 2005 على البلاي ستيشن 2 كان جدا صعب، لا فعليا جدا جدا صعب، لدرجة انه معظم اللاعبين ما قدروا يقتلوا او يعدوا الوحش الاول في اللعبة، لدرجة انه الشركة المصنعة للعبة اللي هي كابكوم اضطرت انها تنزل نسخة جديدة على السوق وبهالنسخة مخففين فيها الصعوبة. طبعا هالكلام كان بعام 2005 على البلاي ستيشن 2، وقتها ما كان في شيء اسمه انك توصل الجهاز بالنت والشركة تسوي ابديت، فاضطروا انهم ينزلوا نسخة جديدة من نفس اللعبة بس مستوى الصعوبة فيها اسهل شوي، لانه فعليا الناس مو قادرين يعدوا اول وحش باللعبة، وطبعا كان سعرها خاص لانه يعني الناس اشتكوا شو راح نشتري اللعبه مرتين. فاي لعبه ديفل ماي كراي الجزء الثالث النسخه الاولى قبل ما يحسنوها ويخففوا الصعوبه تعتبر من اصعب الالعاب بالتاريخ. بالمرتبه الثامنه لعبه سوبر ماريو بروز ذا لوست ليفل. مرة ثانية أظن كلكم بيعرف سلسلة سوبر ماريو الغنية عن التعريف، واللعبة اللي قاعدين نتكلم عنها هي سوبر ماريو بروز The Lost Level اللي تعتبر ثاني لعبة سوبر ماريو بالسلسلة، نزلت عام 1986. اللعبة كانت صعبة بغباء، مو الصعوبة والله اللي تحتاج منك مهارة أو ردة فعل، لا الصعوبة اللي هي راح تموت بكل أحوال. لعبة سوبر ماريو الكل بيعرفها، بتضل تمشي بيطلع قدامك فخ أو شيء معين بيقتلك، فهي اللعبة كان دائما فيها أفخاخ مخفية، فيها قفزات جدا صعبة، وفي مثلا انك تخلص مرحلة صعبة وتروح مكان ثاني على طول اول ما تفوت المكان الجديد يطلع بوجهك شيء ويقتلك. فالصعوبة اللي هي لازم تلعب اللعبة تعرف اماكن الافخاخ كلها والاشياء الصعبة بعدين ترجع تلعبها وانت حافظ، يعني الصعوبة الغبية. وهي ثاني لعبة بسلسلة سوبر ماريو، بعدها نزل عشرات الاجزاء، فاظن الشركة وقتها بالجزء الاول حطوا كل افكارهم، على الجزء الثاني كان بعد سنة لسه ما كان عندهم افكار جديدة فقرروا يعملوها جدا صعبة ونزلوها. طبعا هاي اللعبة نزلت باليابان فقط، بعدين نفس اللعبة نزلت بأمريكا وباقي العالم. لما نزلوها بأمريكا وباقي العالم خففوا الصعوبة بشكل جدا كبير لأنه عرفوا أنه كانوا مبالغين بالصعوبة فيها. بالمرتبة السابعة لعبة Getting Over It. Please don't do this to me. No! اظن مر عليك قبل هالمرة فيديو لاحد اليوتيوبر وهو قاعد يلعب هاللعبة وينجن منها. فكرة اللعبة بكل بساطة انه في شخص قاعد جوا قدر او وعاء كبير ومعاه مطرقة بايده وعم بيحاول يتسلق جبل، ليش ما ادري لا تسألني. واللعبة جدا صعبة وتنرفز وتحتاج تركيز وتوازن جدا عالي، واكثر شيء يقهر باللعبة هو انه ما فيها شيك بوينت او نقاط حفظ، يعني لو قعدت تتسلق وتتسلق ووصلت للنهاية وبعدين سويت غلط بسيط عادي شخصيتك يوقع ويرجع لبداية اللعبة ويروح كل شغلك على الفاضي. وأظن في كتير يوتيوبر صار معهم هالموقف وفعليا انجنوا من وراء اللعبة. لعبة Getting Over It مع نظام الحركة الغريب اللي فيها تعتبر من أكثر الألعاب صعوبة في العالم. بالمرتبة السادسة عنا لعبة The Witness.
لعبة The Witness يا أما هتكون أسهل لعبة لعبتها في حياتك أو على الأكثر من أصعب الألعاب اللي راح تلعبها في حياتك. فكرة اللعبة بكل بساطة إنك أنت بجزيرة بعالم مفتوح فينك تتحرك فيها على راحتك، وعندك 500 لغز أو بازل جوا الجزيرة لازم تحلهم عشان تفوز. اللعبة ما بتعطيك أي مساعدة مباشرة عشان تحل الألغاز أو الأحجيات، لازم تكون مركز باللعبة، مركز بالمكان اللي أنت فيه أو مركز بشيء شفته قبل عشان تعرف تحل كل لغز، وعندك 500 لغز عشان تحل هاللعبة. معظم الناس اللي ختموا اللعبة قالوا انه مستوى الاي كيو او مستوى الذكاء عندهم ارتفع بعد ما ختموا هاللعبة، وفعلا هالشي صحيح. وفي عدد جدا كبير من الناس بدأ باللعبة وما قدر يكملها، لانه مثل ما قلت اللعبة ما بتعطيك اي مساعدة مباشرة عشان تحل الالغاز، لازم يكون عندك ذكاء وشدة ملاحظة قوية عشان تحل الالغاز كلها وتختم اللعبة. واللعبة تحتاج متوسط 70 ساعة عشان تختمها. فلعبة The Witness يا اما راح تكون من أسهل ألعاب بالنسبة إليك لو أنت إنسان عبقري، أو على الأكثر راح تكون من أصعب الألعاب اللي راح تلعبها في حياتك. بالمرتبة الخامسة عنا لعبة سيليست. لعبة سيليست لعبة 2D بلاتفورمر جدا شبيهة بلعبة سوبر ميت بوي بالمرتبة العاشرة ولعبة سوبر ماريو، بس أصعب منهم بألف مرة. كل صراحة ما عندي كتير كلام أتكلم عن اللعبة، مثل ما شايفين الجيم بلاي قدامكم. لعبة 2D بلاتفورمر يعني تتحكم بشخصية ولازم تعدي مراحل وتروح من مكان إلى مكان، بس اللعبة جدا صعبة، فيها كتير عوائق وتحديات راح تخليك تعيد بعض المراحل عشرات المرات عشان تعديها وتفوز. بالمرتبة الرابعة ما نقدر نتكلم عن الصعوبة في الألعاب وما نجيب سيرة ألعاب السولز أو المعروفة بدارك سول، وأصعب لعبة بسلسلة السولز هي أول لعبة ديمون سولز. ألعاب دارك سولز كلها صعبة، بس أول جزء بالسلسلة اللي هو ديمون سولز معروف إنه أصعب جزء، واللعبة نزلت عام 2009 على جهاز البلاي ستيشن 3 وعملوا لها ريماسترد السنة الماضية ونزلت على جهاز البلاي ستيشن 5. فكرة اللعبة بكل بساطة انك انت جندي معك سيف ودرع بعالم كله وحوش وتنانين، ففي وحوش باللعبة جدا صعبة راح تقضي ساعات وانت تحاول تتغلب عليهم، في كتير افخاخ بتقتلك على طول من اول ضربة، في كتير اماكن بيهجموا عليك كتير وحوش، يعني بكل اختصار اللعبة صعبة. وتعريف اللاعبين لهاللعبة اللي شفته على موقع ردت اللي هو لو تبي تعاقب نفسك او لو تكره نفسك فوت والعب اللعبة وحاول ختمها من كتر ما هي صعبة. بالمرتبة الثالثة عنا لعبة إيكوروغا. لعبة إيكوروغا نزلت عام 2001 على أجهزة الأركيد باليابان، بعدين نزلت على أجهزة الألعاب البلاي ستيشن والبي سي والإكس بوكس، وحاليا في نسخة محسنة على البلاي ستيشن 4 والموبايلات وكل الأجهزة تقريبا. ومن أول ما نزلت عام 2001 لحديت عام 2017 عدد كبير من الناس اعتبر لعبة إيكوروغا هي أصعب لعبة بالعالم. فكرة اللعبة جدا بسيطة، انت عم تلعب بسفينة فضائية وعم تقاتل سفن اخرى ووحوش، وعم يجي عليك عدد جدا كبير من الطلقات واشعاعات الليزر ولازم تتفاداها. الطلق والليزر اللي جاي عليك لونه يا اما ابيض او اسود، وانت تقدر تغير لون السفينة باي وقت بين الابيض والاسود، فلو كانت لون سفينتك سودة راح تتفادى الطلقات السودة ما راح تأثر عليك، لو كانت لون السفينة بيضة راح تتفادى الطلقات البيضة، وهذه الطريقة الوحيدة اللي فينك تتفادى فيها الطلق، لأن الطلق دائما جاي عليك، ما فينك والله تقول او طلقة جاي علي خلني اروح على اليمين، لا بتروح على اليمين في طلقة ثانية على اليمين، تروح على اليسار في طلقة ثانية على اليسار، فلازم كل شوي تضل تغير لون السفينة على حسب الطلقات اللي جاي عليك. هاي فكرة اللعبة بكل بساطة وجدا جدا مخلية اللعبة صعبة، واظن ما في داعي اشرح، واضح من الجيم بلاي قدامكم كمية الضغط والطلقات اللي عم تجي على اللاعب. بالمرتبة الثانية عنا لعبة كابهيد. من شوي قلت لكم انه الناس كانوا معتبرين لعبة إيكوروغا هي اصعب لعبة بالعالم لحديت عام 2017. ليش عام 2017 بالتحديد؟ لانه بهالعام نزلت لعبة كابهيد. لعبة كابهيد شكلها جدا رائع، اللي هو ستايل افلام كرتون القديم اللي كان بالثلاثينات، وموسيقى اللعبة جدا رائعة، بس لا يغرك هالشي، اللعبة صعبة زيادة عن اللزوم. فكرة اللعبة بكل بساطة انك عم تلعب بالشخصية ضد وحوش ولازم تقتلهم، شخصيتك بيطلق بايده او احيانا يكون عنده مركبة مثل طيارة. طيب وين الصعب بالموضوع؟ الصعب هو الوحوش نفسها،
الوحوش دائما بيهجموا عليك بطرق متعددة ومتنوعة وما بتتخيلها. فاللعبة بكل بساطة تحتاج ردة فعل جدا سريعة، حتى لو حافظ حركات الوحش، حتى لو شفت على اليوتيوب كيف الوحش بيضرب ومتى رح يضرب، حتى مع كذا ما رح تقدر تعديها ورح تعاني، عشان تعرفوا قديش اللعبة صعبة بس كمان جدا ممتعة. معظم الناس اللي ختموها قالوا انها من افضل الالعاب اللي لعبوها بحياتهم. بالمرتبة الاولى عندنا لعبة ساكيرو شادو داي توايس. هاي اللعبة من تطوير شركة فورم سافتوير، نفسهم اللي سووا ألعاب دارك سولز ولعبة ديمون سولز اللي كانت بالمرتبة الرابعة، وهي من أجدد ألعابهم اللي نزلت عام 2019 وفازت بجائزة أفضل لعبة بالسنة. فكرة اللعبة مثلها مثل ألعاب السولز أو لعبة ديمون سولز اللي شرحتها من شوي، واللي هي أنت جندي في عالم كله وحوش ولازم تقاتلهم. بس الشيء اللي يخلي هاللعبة أصعب من غيرها هو إنه الوحوش أقوى، يعني ضرباتهم تأثر عليك أكثر وأسرع بنفس الوقت. والشيء اللي يخلي اللعبة كمان صعبة هو انك انت مجبر تلعبها بنظام واحد، يعني باقي العاب دارك سول عندك اكثر من خيار لما تقاتل وحش كيف تقاتله، بس هنا ما عندك هالخيار. هنا لازم تلعب باسلوب اضرب واهرب، او اضرب وتجنب ضربة الوحش، ولازم تكون عندك ردة فعل سريعة لانه عادي تكون عم تقاتل وحش وباقي شوي وتقتله، بعدين غلط بسيط ما تقدر تتجنب ضربة من الوحش تموت وتعيد من الاول. الان او ماي جاد بليز يا الله يا نون يا